انني جيت مدينة بنين ملال اول مره وفرحانه بهذا التكريم والحمد لله على الحب ديال الناس وان شاء الله مازال غنرجع لبنين ملال وهذا التكريم كناخذ التشجيع. فرحانه انني نتلقى بجمهوري بمدينه بنين ملال وهذه اول مره اللي كنزور فيها المدينه. جيت مسروره بهذا الحدث وكنتمنى طول العمر للمهرجان. حضور بني بلال لتلبية دعوة كريمة جدا من الجمعية المنظمة للدورة السابعة لمهرجان السينما والنقد، تصميد مهرجان تصميد للسينما والنقد، خصوصا في ذكرى السابعة وما قال الأستاذ الخشبة وهو رقم سبعة اسم مقدس، فسعيد جدا بهذه الدعوة. وأكيد في القاعة اللي أدينا فيها سلطان طلبة وكان حضور جماهيري كبير. مهرجان تصميت للسينما والنقد في دورته السابعة يستضيف البلد الضيف سلطنة عمان عبر عرض لأفلام وعبر استضافة شخصيات ثقافية في لجان التحكيم. هذه الدورة تعرف تنافس أفلام قوية، لأول مرة ننجح في أننا نختار خمسة أفلام لمخرجات مغربيات وخمسة أفلام لمخرجين، يعني هناك مساواة في البرمجة ديال الأفلام المسابقة. طبعا المسابقة الرسمية هي مسابقة المقال النقدي. غدا صباحا ستبدأ أشغال الورشات في السيناريو وفي المقال النقدي من أجل التباري في يوم السبت والتتويج في أحسن مقال نقدي بالعربية وأحسن مقال نقدي بالفرنسية، وطبعا الجائزة الكبرى للأفلام جائزة السيناريو وجائزة لجنة التحكيم. أنا سعيد أني نحضر المهرجان تصميت للسينما، وهذا المهرجان اللي سبق لي حضرت له كمكرم هذه واحدة خمس سنوات على ما أظن، وثم كنحضر هذه المرة بصفتي رئيس لجنة التحكيم. وأنا سعيد أني يعني نتواجد بهذه المدينة الجميلة وسط الناس الجميلين ديال بنين ملال، ثم سعيد انني غادي نشاهد يعني ما جد من جديد من خلال افلام الشباب، ونتمنى ان الافلام يكونوا في مستوى اللي كنتظروه، ونتمنى ان التحكيم ديالنا يكون حتى هو في مستوى الانتظارات.